اهلا بعرفك جيراني بتعرف اهلا سامي جوزي دومت عماد سامي ميمي واخر العنقود ناي طيب ان شاء الله ما تعذبتوا توصلتوا لهون. لا ابدا الحمد لله هينا. يا اهلا وسهلا ست جويس. وقت اللي بدك قليلي دومت بياخد الولاد وبيظهر وبلش لك بضفيرك. دكور. يا اهلا وسهلا يا دريده غدا. شو عم تعملوا؟ بتعرفوا بعضكم؟ هول بناتي بتعرفون؟ بناتي. منين بتعرفون انت؟ انا لازم امشي. ماما بعد ما عملت ضفيري. معلش بدي اروح معك. معلش رجعت. جو دليدا. ايه شو صار له؟ غادة من وين بتعرفيه؟ شو القصة يا بنتي؟ أنا كذابة. رح تخبر رمزي؟ ما بعرف شي. بعرف إنه هو أصحاب مع لينا. نحن بنعرفه من ورا لينا. مين لينا؟ بتعرفك يا بيي منك مثل أختك. ما فيك تكذبي ما بتزبط معك. شو عملتوا فيي؟ شو عملتوا فيي؟ شو في يا أمي؟ يا أمي أنا ما بدي أتجوز، ما بدي أتعرف على عرسين، مين قالكم بدي أتجوز؟ أنا بدي ضل عزبة، مين قالكم أنا بدي أتجوز؟ أنا بدي عنس. يا أمي ما أنا ليش أنا جايبة الخواجة جو عريس؟ إيه معقول؟ أكيد مش معقول. الو ايه رمزي وينك؟ يلا جاي لعندك بدي اشوفك ضروري بدي خبرك شيء. يلا باي. شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي اعمل يا ربي؟ انت قولي لي شو بدي اعمل؟ صيبي وقعت على راسي كيف نزلت علي؟ لك هلا عنست جد عنست. ولك روقي يا دليلة روقي، ما يمكن ما يخبروا شي لرمزي. روقي كيف بدك ياني روق؟ ما شفتك كيف كان عم يطلع فيي؟ هلا كل شي بده يخبر لرمزي خبط لازق. يا تعتيري يا دلي ما هو من الاساس ما بيطيقني وبيشك فيي وهلا تاكد. ولا نفترض خبره، بيكون وفر عليك. ما اول على اخر رمزي بده يعرف الحقيقه. بعرف بس مش بهالطريقه تطلع انا الكذابه الشريره. دليدا قلت لك 100 مره انه الكذب حبله قصير، كان لازم تخبري احسن ما يعرف من غيرك. قلتي لي شو بدك ياني اعمل هلا؟ بدي اندم على اللي صار؟ ما اللي صار صار، هلا بقتل حالي ولا شو؟ بدي اعرف بس امك منين تلقطت فيه؟ كيف وصل على بيتنا؟ كيف بتكون امه الست جويس؟ شو ست جويس اللي امك بتعملها ضفيرة؟ هيك فهمت. يا فضيحتي يا جرستي يا تعتيري. يا جرستي ويا دلي ويا تعتيري؟ شو مستحية بشغل امك؟ لا اكيد لا، بس هديك المرة لما وصلت امك عندهم على البيت كان ممكن التقى فيه. شو صغيرة هالدنيا، تطلع امي بتعمل مانيكور لامه لجو يلي نحنا منشوفه كل يوم وما منعرف؟ لا مش بس هيك، امك مقررة تجوزني اياه، جابت لي اياه عريس على البيت. يا فضيحتي يا جرستي يا ربي، هلا اكيد بيكون عم يفقعوا لرمز الخبريه خبط لازق. كيف تانا؟ أهلا سيس جو. رمزي هون؟ يا حب الأوضة بعيط له؟ لا عم بطلع بس بشرفك ركو ده. حاضر تكرم. عايش ولسه عايش
على أيام هواك ده اللي ما بيني وبينه حب ما يتنسيش صعب إن ألاقي زيه تاني في الحياة وعشان ألاقي زيه تاني يمين يعيش عايش ولسه عايش على أيام هواك ده اللي ما بيني وبين حب ما يتنسيش صعب إن ألاقي زيه تاني في الحياة وعشان ألاقي زيه تاني يمين يعيش والباقي لي من اللي فات شوية ذكريات ولسه فاكر له حكاية يونسوني في دنيتي كان بين عشرة قد ايه وغرام بنخاف عليه عشان يا قلبي مش لاقيه فضيت عليا دنيتي شو من جيت عبينك الأب دور مشغول مع أمك وتشوف عروس مدري شو رحت ولحقت شو رايح اتجوز أنا رايح أشوفها ايه شفتها شفتها شو حلوة حلوة حلو منظومة يعني عجبتك يعني شو بيك عم تقصت لي تقصيت منطوق ايه شفتها حلوة وكذابة امك كذابة؟ لا هي كذابة انت لحق تعرف انك كذابة بعدك شايفها اليوم رح خبرك ليه كذابة كنت عم دق على الباب شو الظاهر تريز مشان؟ مانا هون بتعرفي شي وينها؟ بعرف بس ما بدي اقول لك ولو؟ ليه يا ست سلوى؟ على الارجح هي ما بدها تعرف وينك ولا بدها حتى تشوف صورة وجهك يا نسوانجي معلش هالحكي مش من قلبها ولك تفوق كيفك خلو؟ معلم جورج؟ شو كيف هالشغل؟ منيح منيح بس هلا بهالدكانة ولا ما ماشي حالك؟ ماشي الحال ماشي الحال بس والحسابات هخبرني عن الحسابات منيح؟ الحسابات كتير منيحة بس ولك لحظة ولك شو بيك صار لك ساعه بتبسبس لي؟ بس 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 شو في؟ الست تريز عم تقلي انه انه شو؟ انه حضرتك ما ما شو؟ ما فوت على الدكانة؟ لا مش هيك ما تدعس بالدكانة شو؟ تريز قالت لك انا ما ادعس بالدكانة؟ خليل قول الحقيقة، تريز قالت لك بالعربي اللي مشبرع هالكلمة؟ مش بس هيك، ست تريز قالت لي انه إذا جورج بده يفوت على الدكان بدي كسر له إجري اثنين ها؟ هيك قول من الأول، أنا فكرت قالت لك ممنوع ادعس بالدكانة وبس ما تتركوني وتفلوا لقدو إذا فليتو رح يقبرني دومت لك شو عملت يا دومت شو عملت يلعبوا تحت أخرى مش طايق اسمع صوتهم استاذ دومت بعتذر منك أنا جيت نهار سبت والكل فرصة جيت ولبكتكم فيي ما تقولي هيك ست جويس أهلا وسهلا فيك ست بديعة بعدنا مطولين لا لا خلصت دقايق ومخلص ما تبخزوني يا ستات
عن جد ابني جرسني. جيل هالايام ما بيعملوا حساب لحدا. ولا يهمك، حصل خير. ولك يا دوميت دوختني رايح جاي جاي رايح. اقعد شوي. مش قادر اقعد. ما تقعد، ظهر لبرا، روح لعند حدا. لا انا فايت شوف بناتي. والله والله يا بديعة، إذا لحقنا في الليلة تيتكمش فيك دوميد ويقبرك. دخيلكم خليكم معي، ما تتركوني. إيه؟ إيه؟ وشو منيب عندك يعني؟ طب ما هو من هلأ لليل بيكون رايق دوميد. سوري يا بديعة، حق عقبني صح؟ لا، الحق علي أنا. دوميد ما بحبني دلل على البنات وجوزهم، وأنا مفكرة إنه ما راح يعرف. تري عرف؟ بس كيف عرف؟ من دليدة. ما سمعتيها عم تصرخ وبتقول ما بدي عريس بدي عنيس. بس دليدا كيف عرفت؟ هيدا اللي مجنني، كيف عرفت؟ دخلكم؟ لما كنا عم نعزل شفتوا ميمي كانت هون شي؟ شو يا دليدا؟ ما بدك تخبريني شو فيه؟ ما في شي بي، عادي. غادة في شي؟ لا ابدا ما في شي. ما في شي. شو بي وجهك يا بيي؟ شو ضغط؟ ضغط. طيب فيك تقولوا لي مين هو جو؟ جو؟ ايه جو. مين بيكون؟ منين بتعرفوه؟ ما بعرفه، ولا مره شايفته بحياتي. شايفته ولا مره بحياتي؟ وكيف كان عيط لك باسمك وانت لحقيته؟ جو جو. ما يمكن هو بيعرفني بس انا ما بعرفه. منعرفه من ورا لينا بيي، هو اصحاب مع لينا. ليه زعلان هالقد يا بيي؟ ما في شي بيي. في شي بينك وبينه؟ شي؟ مثل شو؟ بك انا عم تساليني الي، انت اللي بدك تجاوبي. لا بيي ابدا، ما في شي بيني وبينه. ولا تفاجأتي لما شفتيه؟ ما بعرف. بيي فيك تقولي اللي بدك اياه، انا كان قصدي ساعدك. انا مش زعلان منك بس انا متفاجئ فيك. بتعرفي ليه؟ ليه بيي؟ وانت وصغيري كنت تعملي كل شيء، تخبريني الي كل شيء عملتيه. هلا مش عم تخبريني شيء لسببين، يا ما عاد في لك ثقه فيي، يا اللي عملتيه كتير صعب وما بدك تصدميني فيه. لا بيي انا مش هيك، بس انا ما تكفي عم تكذبي. لما تقرري تقول الحقيقه، كل الحقيقه، انا ناطر اسمعها. ما بنصحك تطولي اكثر، تعرفي ليه؟ عبر رب الأوضة. هيك لك ايه؟ عمرها 27 وبتقولكم عمرها 17؟ عم انا اكذبها، هي مش مصدقة تتجوز. كذابة كبيرة. وعائلتها كيف؟ تعتير، بيتها تعتير، حيها تعتير كله. بس امك شو صاير لها انت؟ امك معقولة يعني؟ انه حلا بدها تجوزك ضروري تنقي لك افقر وحده بلبنان؟ خيي خلص قطعت الخبريه. انا ليش انت عامل تخت العمل؟ بتترك امك هونيك وبتفل؟ ما قدرت اقعد ولا دقيقه رمزي، ولا دقيقه. انت ما شفت اللي انا شفته. بعدين امي بدها تعمل ضفيره تصطفل، خلص عبالها يعني، خلص بترجع تاكسي ما بيأثر. تخيل بس خبر دريده بدها تموت من الضحك. ايه كثير رح تموت من الضحك. 27 بتلبق لك، والله بتلبق لك. انت بتعطي عمر يعني، بتعطي رجل ناضج. ما تفكر تستوي بحالك انت جو. بونجور. اهلا يا ست، تفضلي. بليز مش هون فيلا عطلة؟ لا والله يا ست غلطانة. كيف دلوني لهون؟ ايه العنوان غلط. هون بيت مين لكان؟
مش بيت عطلة. يا الله شو بدي أعمل هلأ؟ أنا ضايعة، دلوني لهون بليز. دخيلك دلني وين بيت عطلة؟ بيت عطلة؟ ما افتكر بالضيعة كلها في بيت عطلة، بس على كل حال ما تعتلي هم، منلاقيهم. يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ تليفوني انطفى وما معي شارجر وما في يدق لحدا. ما تبكي يا ست دخيلك، قلي لي أنت بس مين بدك ببيت عطلة؟ شو اسمه الصغير؟ سيمون عطلة. سيمون عطلة؟ لا والله يا ست ما بعرف حدا بهالاسم. كيف؟ دلوني لهون قالوا لي بهيدي الضيعة. هون؟ أنت عم تعمل في ضرب ما هيك؟ منال قالت لك تقلي إنه هون مش فيلا عطلة لتخوفني. لا يا ست. بلا عم تعملوا في ضرب ما هيك؟ إذا هيك ربحتوا أوكي فزعتوني، بليز خليني فوت. لا ما فيكي، هون ما عنا منال، هون بيت الست أمال. أمال؟ مين أمال؟ أخته للخواجة رمزي ديب. رمزي ديب؟ رمزي ديب المطرب الفنان المشهور؟ اي والله. هلأ تأكدت انه انت ومنال عم تعملوا فيي ضرب ما هيك؟ لانه منال بتعرف قدي انا بموت بدبا ديب ولا رمزي ديب. لا والله يا ست. بلا بلا عم تعملوا فيي ضرب ما هيك؟ يا ريت، بس لا يا ست، هون بيت الست امال وبنتها ست نور. عم تمزح معي؟ لا. يعني رمزي ديب بيجي لهون؟ عطول. بليز بليز في فوت شوفه. لا ما فيكي لأنه منو موجود هلأ هون. بليز مسيو مرعي. بليز مسيو مرعي ما تضحك علي. انت مأكد انه هون بيت الست أمال أخته لرمزي ديب ومش بيت عطلة؟ ايه والله. خلص صدقتك، انت شكلك انسان كتير صادق وطيب ومهضوم وحلو كمان. بس مستر مرعي، انت مأكد انه جوزة للست امال مش من بيت عطلة؟ ما حدا بيقدر يعرف، الست امال مطلقة، كانت مجوزة بكندا من وقت ما اجت لهون وهي مطلقة، وما حدا منا بيقدر يعرف شي عن جوزة او حتى اسمه او اذا كان لبناني او اجنبي. عن جد يا حرام، ذكرتني بحالتي، انا مطلقة. بنتها قد ايه عمرها؟ ليه ما خبرتي؟ ايه جنيتي انت، بدك ياني خبره عن رمزي؟ بدك يقبرني؟ ليش بده يقبرك؟ انا اول ما خبرت بي عن عن ابراهيم قبل ما نتجوز ما قبرني، بالعكس. بس برهوم شي ورمزي شي تاني، اكيد بيك رح يقول انه كل الفنانين نسوانجيه وما بيتامن لهم. طب ليكي انت عندك ثقه برمزي او لا؟ كتير. انا بقول بي بالاول رح يرفض بس بعدين رح يرجع يقبل، من بعد ما يتعرف على رمزي ويعرف قد ايه بحبك وانه هو مش مثل كل المطربين. واذا خبرته رح يعرف انه انا كذبت عليه وكنت عم بظهر مع رمزي ورا ظهره. بهدله وبتقطع. لا مش هيك، بساعتها رح يعرف كمان انه انا مكذبه على رمزي وقالت له انه دادز مليونير. بقول لك شيء، هيدي ما بتقطع. لك إلى أين؟ لعند لينا. شو مكتر روحاتك لعندها للينا هالأيام؟ بدي أخبرها شيء مهم. عن شو؟ تصور إنه دليدا شفتني وعم بتلومني كيف ما قلت لها إنه أنا ولينا صاحبنا، لك كانت الغيرة عم بتشر منا شر. إنه هلأ هيدا اللي بدك تخبرها إياه للينا؟ إيه لتعرف إنه خطتنا زبطت. ما عم بفهم، لشو تتفقى هالمشوار كله؟ ما خبرها على التليفون. لك لا، إنه بشوفها بنتسير بنشرب شيء بنتسلى. يلا باي. كل هالحماس رايح يشوفها للينا تيخبرها هالكلمتين البلا طعمة عن دليدا. لك عن جد حمار الله لا يقيمه. هاي كمان. هاي لنون. تأخرت عليك؟ لا أبدا. شو بتاخدي؟ كابوتشينو. مات؟ اثنين كابوتشينو بدي أعرفها. كيفك اليوم؟ ماشي الحال، أنت؟ أنا منيح. لا حس عليك مش مرتاحة. لا ما في شي مهم. لينا، نحن أصحاب، قولي لي شو في؟
بعرف إلي فترة هيك بشوف أهلي وضعهم مش كتير مزبوط، أمي بتضلها زعلانة ومقهورة، وحتى فكرت إني بدي أقول لك وإلغي موعدنا. طيب سألتيها شو بها؟ سألتها قالت لي ما في شيء، بس أنا أكيد إنه بيي له علاقة بالموضوع. أوف لا عم تقولي هيك. ما بعرف إلي خمسة أشهر حسة علاقتهم مانا كتير مزبوطة، أمي بتضلها مقهورة وبالبيت قاعدة وبيي بضل برا ما بيظهروا غير بالمناسبات وشو؟ وبس لينا شوفين ولا عديتك دليدة صارت كذبة مثلها. خبرتني كارلا أنه تلاقيت فيه بالصدفة مع مرة. مع مرة تاني؟ طب عادي بركي بس أصحاب. عم بتقول كارلا أنه شكلهم ما بيوحي أنهم أصحاب. طب وأمك عارفة؟ أكيد، وإلا ما كانت هيك حالتها. بونسوار يا ام لسان طويل. اكيد ناطر تنترس لتجي مش هيك؟ مش رح رد عليك. وانا ما رح اقول لك وينها. ليش انت بتعرفي وينها؟ ايه اكيد بدها سؤال بس ما رح اقول لك. عماد بيقول لي. كيف عن علاماتك عماد؟ ما بعرف وينها. سامي بيقول لي. ما في اقول لك. نايفية تقول لي. ايه في بس ما بدي. يا عمي كلكم طالعين مثل اختكم بلا مربى، بطل بدي تقولولي. من اول ما نحنا نزلنا نلعب تحت وانت بعدك هون ناطر. اذا ناطر بس اوعى تقولولو مع مين شفنا تان تيريز، اذا بيعرف بيقتلها. ايه يلا ماشي. بيقتلها؟ ليش مع مين كانت؟ ما تتركوني ولو بعد بكير مسامي. طيب بقعد خمس دقايق. يا عمي تكسر جسمي، خليني اقوم. روح بكير بعدنا قاعدين. ايه حبيبتي بس انا بدي اقف وتجيب حبة فواكة. فينا نفوت او منضل بالشارع؟ بابي على الحمام على العشاء، على الحمام على العشاء. يلا ايه لا انا لا انا شو قلت انا هني ببل شو انا بضل هون عفوقه تان تيريز. اليوم عمو جورج سال عنك. ايه وشو قلتي له؟ قاله من الظهر ناطرك هو وحامل بوكي ورد، بس سالني وينك ما قلت له انك هون. برافو عليكي ميمي. دخليك شو بده مني هالخين النحس؟ بدي قوم وابرم. بكير تيريز عدوا شوي بعد. ولك بدي روح اعمله رز على دجاج هيك فرفصه. قومي كمسمي قومي تعالي. يلا يلا ولو ليه عم تتركوني بعد؟ اول مره بتفتحي تمك وبتعملي ضرب حلو معك. انت بتقلي ضرب حلو وهي بتقلي برافو. وين بيصرفوهم ها؟ يلا عودتك يلا. شو لزقه هالجيران؟ بيجوا ما بيعودوا يفلوا. عودي يا تيريز بكير يا ام سامح. عودي يا ام سامح بكير يا تيريز. من الساعة 6 الصبح للساعة 7 عشية وانت عم تشدي فيهم، شو بدك تنايميهم عندك؟ والان كمان هيك بتقولي عنهم لزق. انا؟ ولك انت شو خبريني. وصلت معك تدللي على بناتك لتجوزيهم؟ انا؟ ومن ورا ظهري؟ خلص النهار بسرعة. ايه
رحنا نشرب قهوة، صفينا مغديين ومعشيين سوا. شوفك بكرة؟ أكيد بحكيكي وبنلتقى إن شاء الله. بتطلع تسهر؟ لا عيب، صارت الساعة 11، بس بشوفك بكرة. أوكي؟ أوكي باي. باي. يا يا باي. قول نشوف سوا لآخر الدنيا، وسوا بهالدنيا، وسوا بالآخرة. سوا لآخر الدنيا، وسوا بهالدنيا، وسوا لوين؟ سوا بالآخرة. بالآخرة؟ ولي الله لا يوفقك لديني ولآخرة. لك يا بودي على الشعر، لي عم تعمل معي هيك؟ شو الشعر العظيم يا بودي؟ ما في غيره؟ بلا، كيف ما في غيره؟ لحظة بس هلا بكون معك. شو قصتك انت والتليفونات على بكرة الصبح؟ هي دليدة قال من امبارح مسكر خطة لأولى. تعالي تخيلك ليه مهضوم صاير هيك لك يا جو؟ يلا بالإذن هلا برجع لكم. ليه بقطش إيدي إذا بترد عليه؟ ليه ما بدك ترد عليه؟ لأنه مش كذابة ولا شوي. أكيد مسكر خط. أكيد. بونجور تانت. يا هلا بالصبايا، اشتقنا لكم. لينا هون يا تانت؟ ايه بالصالون هي وكمال. كمال هون؟ ايه تفضلوا. دليدا هلا قتل ياسين ببعضكم بحبوا غرام، وانا تركيني لحالي تنزل علي المصايب من فوق. دليدا شوفي شو صار. شو صار؟ ما صار شيء، بس انا انفضحت، انا تجرست، انا عنست. عرفت كل شيء عن اخته لرمزي. اسمها أمال ديب، مطلقة. عندها بنت اسمها نور وعمرها 7 سنين. هلا الناطور ما بيعرف لا اسم جوزها ولا إذا لبناني ولا لا. بس كل اللي بيعرفوا إنه من 7 سنين إجوا على لبنان، كانوا عايشين بكندا. وعايشين بالفيلا يلي اشتري لهم إياها رمزي، ودايما بيطل عليهم وبيزورهم، وأوقات كتير بينام عندهم. غريب، كل الفترة اللي كنت فيها مع رمزي ولا مرة جاب لي سيرة أخته أو بنتها. ولا أنا. إيه ولا أنا. طيب وأهله؟ عرفت شي عنهم؟ أبداً، ما بيحكوا معه. عم تمزح؟ أبداً، ولا مرة بيتلاقوا عند أمال، بس هو يجي هن بيفلوا قبل ما يوصلوا، وهو كمان بيفل بس يعرفهم جايين. هيدا مرعي هيك لاحظ وعطولي بيسمع طلتيش حكي. عم بيتصرفوا بسرية كأنهم مخبيين شي. هو هيك قال لك؟ إيه، كل الخدم ملاحظين إنه في شي غريب بهيدا البيت، ما حدا عم بيعرف شو. إيه بس طبيعي بكل عائلة الأهل يتخانقوا مع ابنهم، ما بدها كل هالسرية. لازم نعرف ليه عالقنين معه. بركي عامل عملة سودة، لأنه عادة الأهل وقت يكون ابنهم هالقد مشهور لازم يشوفوا حالهم قد الدنيا، مش يتقبروا معه. عم بيقلي مرعي إنه رمزي عنده خي صغير عمره شي 27-28 سنة، لازم شي وحدة منا تضرب عين عليه. أنا. أنت خليكي مع مرعي، بنشتغل على اثنين وإلا ما نوصل لنتيجة. وأنت نانسي عرفت شي عن دليدا؟ بارح السبت ما قدرت أشوف حدا، واليوم كمان. بكرة تنين بروح على الجامعة وبلش دقدس. رح بلش برامي. بكره بصالحه وبضرب صاحبته لأن هو بيعرف كتير اخبار عن دليدا. رح جرب جيب عنوانها من الاداره كمان. طب ليكوا انا خورت خلص، انا رح اطلب اكل عزيمة علي. مات فضحت. هلا اكيد رمزي ما بقى يطلع فيي. لا ويصح له، مش كل شيء بالمصاري. ايه لا ما عم صدق شو عم بسمع. معقول؟ شو عملت لما ظهرت من الاوضه؟ شو قلتي له لجو؟ اجتني سكتي، ما عاد الحكي يطلع من تمي. تمنيت انه الارض تنشق وتبلعني، تمنيت اختفي عن وجه الارض. شو قال لك؟ شو بده يقول لي؟ قال لي اسمي دليدا. وانت شو قلتي له؟ نفس الشيء جو. وبعدين؟ بعدين طلع فيي بقرف وقال لي كذابه. لا ما معه حق، عم بيزيدها. ايه طب بررتي له ليش كذبتي حضرتك؟ ما ترك لي مجال حتى دغري فل. وهلا اكيد اكيد خبر رمزي. مش شرط يكون خبر رمزي. قلت لها زيت الشي، يمكن ما خبره. ايه شو قصدك؟ من امبارح عرف الخبريه وبعدك لهلا منك عارف اذا خبر رمزي؟ كيف بدي اعرف؟ ليش بعد ما حكيكي رمزي لهلا؟ مسكره خطي. شو؟ بيكون عم بيدق لك دليل افتحي خطك.
لا 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 ما بدي. لا لا يزلني، لا يستبني، لحتى يتركني. لا لا يطلع على فيلا فريا، وساعتها اذا ما عرف من جو بيعرف من تقلى واسعد. يدلي انا يدلي انا، شو بدي اعمل؟ ما بعرف شو بدي اعمل. افتحي خطك. ما بسترجي، بخاف بالرعب. هاتي على القليلة إذا فتحتي خطك بكون فيك تدافع عن حالك. هذا رمزي. ايه عفشني، ليه دخيلك يا كمان عفشني؟ لا 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 ما عفشك، ما عفشك حبيبتي، ما عم بدقنك لو عرف شيء. هات هات خلينا. علو؟ ايه رمزي؟ أنا مش داليدا، أنا غادة. ايه؟ منيحة، كيفك أنت؟ كيف الأهل؟ الماما والبابا منيح؟ ايه عال. داليدا؟ لا منا هون، داليدا عم تاخد دوش. لا ما هي تليفونها انتزع، قلب بالماي وخي زبط لها. طيب يلا هلا بس تخلص بخليها تحكيك. اوكي يا يا باي. شو قالك؟ عرف؟ سألك عندي؟ سألك ويني؟ شو 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 قالك؟ بسكتي لأحكي. ما هيقته معه خبر بشي، ما قال لي شي، بس شكله مشتاق لك ومشغول باله عليك، لأنه من امبارح عم يدق لك وخطك مسكر، وقال لك رمال بس تخلصي الدوش تتحكي. ايه؟ لا لا لا، لحتى يتركني؟ أكيد لا، شكله مشتاق لك. دليل أحكيه. لك احكيه، أنا عم قلك احكيه. على القليلة أحسن ما تضلك خايفة، بتدافع عن حالك شي مرة. ما بعرف. دليدا لو عرف شي ما كان بيطلب تدقي له. يا عم بطلبه. غدا خلص طلبته هم. الو حبيبي، انا كمان اشتقت لك. انا عند لينا كنت عم باخد دوش. لا لا كان منزوع تليفوني. على الغدا؟ ايه منروح، منروح كلنا. اوكي باي. تسلم لي. يلا قوموا هزمنا على الغدا. يلا قوموا، ما بعرف شي، بعده بحبني ومشتاق لي. لو يلا يلا خي بودي تسهل. انت ايه جاي حبيبتي يعني. يلا يلا من لقى احبابه ونسي اصحابه. حبيبي انت ما عزمت على الغدا وقبلت تجي يعني؟ ايه قبلت، ليه ما بدها تقبل؟ لا ماشي. ليك قول لليلي تحضر الباربيكيو وانا طالع لفوق. ايه ما انا مشتاق لها لتريدها. لينا خذي ساكي واعطيني ساكيك. ساكيك سنين. داليدا داليدا ما عليه، ما زال بعد ما عرف الحقيقة، خليني برستيج قدامه. داليدا كبري ايه؟ خففك الزبقة، كل شيء صار معك بعد ما تعلمتي؟ أقول لكم أخذني لعنده لحتى يبهدلني فيس تو فيس. ما بيعملها ولاو. لا ولاو. صحولي نصحانين، صحولي. خلاص نجمع بقى. معقول يومين ما تسألي عني؟ انت عم تجيني شي؟ ما شو؟ ما كيفك رمزي؟ اهلا. سوري سوري كمال، عن جد سوري. غادة هاي. تمام هاي لينا. هاي كيف صحتي؟ اعتذر. تفضلوا بليز. ماشي معك. تفضل تفضل. سوري مانكم غرباء، ها؟ خذوا راحتكم تضيفوا هيك، انا مشتاق لحبيبتي شوي. اكيد. بالاذن. حياتك ما بتعمليها وطيبة عني هالقد، مفهوم؟ جو مش هون؟ يا أهلا بدليدا، كيفك؟ منيحة. كيف الأهل منيح؟ بعده بيك بحب عرق السوس. دخلك وين قاعدة؟ بفيلا فريا ولا بقصر الرابي؟ مشي مشي حبيبي، شوف الباربيكيو. شو يا رمزي؟ كيف اللحمة عندك؟ انتبه ما تحترق. لا ما تعت الهم، اختصاصي باربيكيو انا. ارتاح ارتاح. تعال
يا داليدا كان تليفونك مسكر امبارح، انشغل بالنا انا ورمزي عليك كثير. ايه ما كان مروكب. وزبط؟ ايه زبط. شو كان بيه؟ قلت لك كان مروكب. ايه عرفت مروكب، بس انه يعني شو كان بيه بالزبط؟ هل عنا خلاص؟ قلت لك زبط خلاص. كيف المشي يا حبيبي؟ شاطر ايه؟ بشهوة. ترسي؟ بس انا مش كتير مرتاحة، راسي عم بشعني بتفل. ما بدك تفلي، عم تحكي جد؟ بعدك واصلة؟ بدي روح على البيت. يلا بنوصلك؟ لا بروح لحالنا. لا ولا ممكن، انا اليوم مصر انه انا ورمزي نوصلكم على البيت. ما بقبل. ما رح نوصلها لمطرح، انه رح تضل هون. ما انا فيك خي خلص. اذا هيك اذا رمزي مصر انا رح ضل اتغدى هون.